السلام عليكم اخوتي حبابي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. حنا كنتواجدوا الان في احفير اغبال، تحيه الناس احفير واحد واحد. كان واحد البلان هنايا للبيع ديال واحد الصديق ديالي اللي جا على الطريق، كما كتشوفوا على الطريق ديال احفير، ماشي بعيد على الطريق بواحد واحد زوج ثلاثه البلانات. كاين البلان الاول وكاين هاد الدار هادي، هو البلان الاول وكاين هاد الدار، وكاين بلان ها هو شاد على هاد الدار هادي اللي غادي نشوفوه جميع. ها هو مور هاد السيارة، هادي مرسيدس كما كتشوفو، نتوما تشوفو الدعوة هنايا. ها هو هذا دوش، منفصل الدوش. ها هو بالنسبة للبلان هو هذا، هذا هو البلان اللي فيه 163 متر، هذا هو البلان اللي كتشوفو فيه الآن. هو هذا عندو ضوء، عندو فصاد واحد، سمحولي، كان فصاد واحد، هذا هو الفصاد القريب للطريق. كاين ثلاثة ديال الديور، وهذا يعني القريب للطريق كما كتشوفوا. هذا هو البلان اللي انفاس الدوش، او كذا راه دوش نرى له كما كتشوفوا. بالنسبة للمتراج ديال هاد البلان 163 متر كما كتشوفوا. بالنسبة للثمن راه طالب مولاه 300 ألف، 300 ألف المتر. هذا هو البلان في 163 متر، بالنسبة للثمن راه طالب مولاه 300 ألف، اللي جا في احفير. غادي نحط لكم الرقم التليفون. مرحبا.